سيرة ذاتية للأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر حسين الخزرجي من مواليد بغداد في العام 1963. تحصيله العلمي دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها. تخصصه البلاغة الجديدة وتحليل الخطاب. المهنة أستاذ جامعي. من المناصب التي شغلها عميد كلية الآداب الجامعة المستنصرية. لدى الباحث العديد من المشاركات الدولية والخبرات العلمية والنشاطات الثقافية والبحوث المنشورة والكتب المؤلفة. تقلد العديد من المناصب وترأس الكثير من اللجان المركزية والفرعية، منها رئيس اللجنة المركزية لرسم السياسات وأعداد الخطة الاستراتيجية في كلية الآداب، عضو لجنة تأليف كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي في الجزئين الأول والثاني للعام 2020، حاصل على عدد من التشكرات والدروع من مكتب السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات أخرى. ناقش وأشرف على عشرات الرسائل والأطاريح. تفضلوا جناب دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأحبة الكرام، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع بحثي أو الورقة البحثية تواجه مفاهيم سائلة ومتحركة وبحاجة إلى ضبط دلالي، وتطرح مجموعة تساؤلات متنوعة عن تشكل الهوية الحسينية. كيف نفهم الهوية الحسينية؟ كيف تشكلت؟ ما لونها؟ هل هي هوية طائفية؟ أم هي هوية عربية؟ أم هي هوية إسلامية؟ كيف تجسدت الهوية الحسينية؟ هل الهوية الحسينية في الوقت الحاضر هي هوية ضائعة أم حاضرة؟ كيف أثرت الطقوس الحسينية في تأصيل هذه الهوية؟ ما العلاقة بين الفكر الحسيني والهوية الحسينية؟ كيف أثرت الهوية الحسينية في تحقيق التماسك المجتمعي؟ هل نجحت الهوية الحسينية في ذلك، في تحقيق السلم المجتمعي، التعايش المجتمعي؟ طبعا للإجابة عن كل هذه التساؤلات البحث تحرك واشتغل في هذه المناطق. فرضية البحث، البحث يتحرك في منطقتين معرفيتين. المنطقة الأولى هي منطقة الهوية الحسينية، والمنطقة الثانية هي منطقة التماسك المجتمعي. طبعا البحث درس تأثير المنطقة المعرفية الأولى على المنطقة المعرفية الثانية، وهي التماسك المجتمعي أو التعايش السلمي في التعايش المجتمعي في العراق. الكل يعلم أن مفهوم التعايش السلمي المجتمعي في العراق ما زال مفهوما عائما وغامضا في مقاصده. وهذا يعني عندما نتأمل ونحلل هذا المفهوم نجده يتحرك في دلالاته وعلى وفق التأويل والفهم الشخصي لكل فرد في المجتمع وبحسب الطائفة التي ينتمي إليها. على سبيل المثال، فالشيعي له فهم خاص للتماسك المجتمعي، والسني لهم فهم خاص للتماسك المجتمعي، وكذلك الكردي يفهم التعايش والتماسك المجتمعي بطريقة خاصة، والأقليات الأخرى في المجتمع أيضا لها فهم خاص لمسألة التماسك المجتمعي. هنا أصبح المفهوم عائما متحركا، وبالتالي عندما نؤسس على مفهوم متحرك سوف نخرج بنتائج أيضا متحركة غير ثابتة. البحث تحدث عن كلمات مفتاحية، هي مصطلح التشكل، مصطلح الهوية الحسينية، ومصطلح التماسك المجتمعي.
تناول التشكل لغة، التشكل اصطلاحا، أيضا التشكل في القرآن الكريم، لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم، وبعد ذلك انتقل إلى تأصيل الهوية الحسينية. كيف أصل البحث الهوية الحسينية؟ رجعت إلى المجموعة الإنسانية التي شكلت الهوية الحسينية في زمن الإمام الحسين. ماذا وجدت؟ وجدت أولا المجموعة البشرية الأولى التي اشتركت مع الإمام الحسين هي آل أبي طالب، آل أبي طالب بن عبد المطلب ومواليهم من أنصار الحسين عليه السلام. هاي واحد. ثانيا القبائل المشاركة والموالين لهذه القبائل، قبيلة أسد. ثالثا قبائل همدان ومواليهم. رابعا قبائل مدحج من أنصار الحسين. خامسا الأنصار الأوس والخزرج. سادسا جون مولى أبي ذر الغفاري. هذا التنوع في التشكيل المجتمعي، ماذا خرجت من هذا التنوع وما هو ما هي الرؤية والاستنتاج بعد هذه المقدمة؟ وجدت أن المجموعة الإنسانية التي خرجت مع الإمام الحسين وعلى وفق هذه المقدمات هي مجموعة إنسانية أولا متلونة الأعراق، الأصول، المرجعيات، فضلا عن التنوع الطبقي الاجتماعي، التنوع الثقافي، حيث وجدنا الإمام المعصوم، المولى، شيخ القبيلة، العالم، قارئ القرآن، راوي الحديث، الغلام التركي، الأطفال، الصبيان، النساء. لاحظوا هذا التنوع. بعد ذلك سوف أعمل مقاربة مع المجتمع العراقي في الوقت الحاضر، وكيف نجحت الهوية الحسينية في التأصيل، وكيف نجحت الهوية الحسينية في الوقت المعاصر. عندما نجح الإمام الحسين في صهر هذه المجموعة، صهر هذه المجموعة البشرية المتنوعة والمختلفة في كل التفاصيل في منطقة واحدة ونسيج واحد، فضلا عن تمكنه من تشكيل هوية فريدة ونادرة، والكل أصبحوا صورة إيمانية واحدة تجسد الهوية الحسينية في ذلك العصر. عندما أعود إلى مفهوم التماسك المجتمعي، التماسك المجتمعي في العراق بالذات تواجه إشكالية رئيسية، مشكلة رئيسية تواجه التماسك المجتمعي في العراق. الإشكالية الرئيسية هي تكمن في الفهم الخاص لكل طائفة من طوائف المجتمع العراقي. فعلى سبيل المثال أن الطائفة الشيعية تفهم التماسك المجتمعي بشكل خاص يتحدد بالقوة الكبيرة التي تجمعها مع بعضها البعض من خلال تحقيق الأغلبية في القاعدة الجماهيرية. أما الطائفة السنية فتفهم التماسك المجتمعي بنحو مختلف ومفهوم يقوم على الحذر والخوف وعدم الثقة بالأطراف الأخرى التي تعيش معها في المجتمع. أما الأكراد فيختلفون في فهم التماسك المجتمعي، وكأنهم يعيشون في معزل عن المكونات الأخرى، وخاصة بالنظر إلى حجم الطموحات التي يسعون لتحقيقها في المجتمع. أما بقية المكونات الأخرى للشعب العراقي أو للمجتمع العراقي، هذه المكونات بقيت متذبذبة في فهمها للتماسك المجتمعي، وهي تشعر بذوبانها وعدم قدرتها للعيش بسلام بين المكونات الرئيسية، وحتى عدم حصولها على أبسط حقوقها. هنا حدثت المشكلة الرئيسية في المجتمع العراقي، وهي بروز هويات فرعية وصعودها إلى المتن، ونزول الهوية الوطنية الشاملة الجامعة إلى الهامش. جاء دور الهوية الحسينية المعاصرة. حتى نفهم الهوية الحسينية المعاصرة يجب أولا أن نؤمن بثقافة الحوار الصريح والواضح، والذي جعلته والذي جعلته أساسا قائما على مجموعة من المعايير جاءت مطابقة لفكرة تجسيد الهوية من خلال العمل والسلوك. بمعنى عندما نطرح فكرة التعايش السلمي في المجتمع العراقي، وعندما
تبنت المرجعية الدينية فكرة التعايش السلمي في هذا المجتمع، وتجسد ذلك من خلال الهوية الحسينية. كيف أكدت المرجعية الدينية على أن الإمام الحسين أولاً هو إمام للجميع؟ ومن خلال هذا الطرح المرجعية الدينية في العصر الحالي قدمت العدالة والمساواة لجميع الطوائف في المجتمع العراقي من خلال هذا الطرح بأن الإمام الحسين هو إمام الجميع، واحد. ثانيا، عملت المرجعية الرشيدة على ردم كل الفجوات التي تشعر بها الطوائف الأخرى اتجاه الطائفة الشيعية من خلال واقع عملي مدروس، من خلال سلوك، من خلال الطقوس التي مارستها المرجعية، من خلال الزيارات المليونية التي تحدث في العراق وخصوصا في عاشوراء. خلاصة القول أن المرجعية الرشيدة كانت فاعلا قويا في تحقيق السلم المجتمعي من خلال ترسيخ قيم المحبة، قيم السلام، الثقة بين الطوائف، الدعم للطوائف الأخرى والقوميات الأخرى الموجودة في المجتمع العراقي على أساس العدالة والمساواة بين الحقوق والواجبات. خرج البحث بمجموعة توصيات. أولا، نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة والابتعاد عن كل ما يثير التفرقة والكراهية والفتن في المجتمع العراقي. ثانيا، ضرورة الالتزام بالخطاب المعتدل الذي ينقل رسائل اطمئنان لجميع الطوائف والقوميات في العراق ويكون خطابا قويا يشجع على التعاون والحوار واللقاءات بين جميع الأطراف ليتحقق العيش المشترك وبسلام. ثالثا، العمل بإخلاص وأمانة على إبراز وتقديم هوية وطنية إسلامية جامعة شاملة يؤمن بها الجميع من خلال الأفعال وليس الأقوال، وهذا ما أثبتته الهوية الحسينية العابرة للطائفية والعرقية والقومية وكل الحدود الضيقة في المجتمع. رابعا، تشجيع الدور الإعلامي وبكل أنواعه المرئية والمسموعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بأن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا، يجمعنا الوطن والتاريخ والحضارة والمصير المشترك والأرض الطيبة المعطاء والإفادة من تجربة الأربعين وكيف تمكنت من تشكيل هوية حاضرة وفاعلة ومؤثرة. الخامس، الاهتمام بالهوية الرئيسة للمجتمع والعمل على ربطها بالمصير وجعل الهوية الحسينية وما صنعته من ربط الفكر الحسيني بالطقوس في أيام عاشوراء وزيارة الأربعين من خلق مجتمع متماسك متراس محب للخير متعاون وقادر على أن يتحرر من قيود الطائفية والعرقية والقومية ويكون مجتمعا إسلاميا أصيلا. تقديري واحترامي ومحبتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بحثه الموسوم بتشكيل الهوية الحسينية وأثرها في التماسك المجتمعي. وأنا شخصيا قبل أن يقوم جناب الدكتور كنت أتمنى يعني أن أتعرف من خلال هذا البحث المبارك على مفهومين، يعني حتى أكون على بين أنا شخصيا، يعني ربما القصور فيه ليس القصور فيما سمعت أكيد، يعني وهو أن نضع تعريفاً للهوية الحسينية وتعريفاً للتماسك المجتمعي لكي نسقط هذا على ذاك وتكون هناك مقاربة بالمصادر وتكون هناك مقاربة في المفاهيم. شكراً جزيلاً جناب الدكتور وجزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك.